Rahmani, bis. Emir DZ a parlé de vous lors de son dernier live. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne vois pas le live de Wahed Ibn Ahira ou Talb Lujo à la SS en Noumitli. Nous sommes en live. Nous sommes en live. Bis. Il a fait ça sur le profil. ما نسمحهمش انا حنا رانا نضلوا من اجل الثوره بين امه بواحد كيما احمر دي زاد كافي كيما هذاك كعبه كيما هذاك يقولوا شي حبه انا ما يقلقنيش قلقنيش خلاص برك لانه واحد كيما هذاك نهار يحير الناس وزنكيتي با نهار يحير الناس يتهنوا تلقاوه غارق في بولو قال لكم فريد إلى تراجع القرآن نحكيه شوية على الحرب البيولوجية التي تدرس في دهاليز المخابرات العالمية الحرب البيولوجية مش جديدة شوف حرب الفيروسات والبكتيريات وحرب الحيوانات الضارة وحرب حتى الكريكي يا حسرة نعم سيفيوسا أنت كنت في المخابرات لديك الدعم في الجيش والأرش شوف حذيفة احكي لي على مواضيع نورمال كيفاش دعم في الجيش ودعم في الأعراش والأعراش كيسك صافي تتعامل مع البرنامج نتاعي لا تتعامل معايا تحوس عليا انا برنامج ناقشني في البرنامج ناقشني في الأفكار لي زوريونطاسيون نتاعي تحوس عليا انا عندي دعم ولا ما عنديش ولا انت بون كو بونسي فو دو ليمون نو جاوبت عليه في اللايف تاع البارح هذاك انا قلت لكم انا في دولتي انا في راسي انا هذاك يختطف اختطاف غير قانوني ولا تعلم الجهه اللي داته ويستنطق كما يستنطق الامريكان امراء داعش نحب نفهم علاش حب يدير فتنه علاش حب يدخلنا في حرب طوائف على بالكم في الازمه الاقتصاديه والاوضاع الحاليه اتنسل قدنا كشرارة ندخل في حرب أهلية شعبية بيناتنا منير علي ماشي لالجيري دي زاني 60 خير من لالجيري تدرك برك ايه لوسيفر وزات هوموفوب تو ديتست LGBT نعطيك لا ريبونس تاع بوتين جو سوي با هوموفوب جو سوي كونتر لا بيدوفيلي ايش بور موا اون سوسيتي C'est un homme et une femme. Qui m'a dit la Poutine? Barak. C'est tout. Mais je ne suis pas homophobe. Je suis contre la pédophilie. Vous faites ma wahdek. Le PayPal, بعد ما كار الحراك راه ندخلوا في بعضهم. Oui, bien sûr, c'est normal. تريد أن تترشح للرئاسية? Oui. يعطيني لاغريمون تاع الحزب وي نترشح للرئاسيات وي هاك بالكروسه ولا بيكي ونجي وبالماشينه تاع الدياليز ونترشح يلا انا خير من واحد مجهول الاصل مثلي تبعوا فيه بالملايين انا خير منه دولوا هل مهدت امريكا الطريق لروسيا مثلها مهد المانيا وهل هناك احتمال لحدوث حرب عالميه شوفوا الله يا بورو في الدنيا هذه كل شيء ممكن لكن احتمال حرب عالمية نووية ما كانش باسك الأهداف روسيا قاعدة تحقق في الأهداف نتاعها أمريكا قاعدة تحقق في الأهداف نتاعها أوروبا مشات في الطيار هذا في السيلان هذا لقات روحها بيجي لوروب أرسيت طريبيا مش من بياج تحطت فيه بلوطن وبالماريكان دونك سافاتر سوليسيوني من الحرب الجاية جاية عندنا احنا في الساحل وفي إفريقيا C'est la compression qui est traduite par il y a ambiguïté dans la traduction du texte coranique. Oui, nous allons parler d'Omar al-Din dans des salons, si vous voulez. Je vais dire un salon de discussion philosophique, théologique, etc. Je vais faire un live politique. Ce n'est pas un live politique. Les gens qui battent des commentaires concernant Ahmar DZ, je les supprime parce que je ne sais pas. Parce que, un, je n'aime pas les métalliers. Je n'ai pas de relation avec eux. Les gens qui ont dit كيف. ومرخص كيما هذا قلت لكم نهار يقلق صح الناس
تلقاوه غارق في بورو برك. بور لانستون مادام يخدم في المصالح نتاع الناس يا اوكان بروبليم، مادام راهم ديتورني نص الدند يا اوكان بروبليم. اللوم على اللي يسمع له سي تو. مسيو رحماني اون كونستات ان رابروشمون ارجيرو ايطاليان ريسامون ابون افيك كومون في رابروشمون افيك لي ايطاليان بور نو زيدي لي ريلاسيون مع ايطاليا. بكري كانوا ملاح ما في وقت الارهاب parmi les pays اللي عاونوا الجزائر وما هربوش منها سي لي اسبانيول لي ايطاليان. من بكري العلاقات طيبه، لكن الطليان بعد عندهم مشاكل خاصه به، وعلاقته مع الجزائر علاقه ما فيهاش ثقل تاريخي ولا علاقات اقتصاديه ماليه. الشركات نتاع الطليان من بكري تخدم في الجزائر، من بكري بران دي بروجي في الجزائر، ما يبقى سي با رابروشمون سي اوني ديجا بروش مع لي اسبانيول كما ديجا ديكلاراسيون تاع البريمي مينيستر تاعهم هذا بون كي ا في ان غراف ايرور بوليتيك با لسبانيا اللي تتري بروش دو الجزائر ما كان حتى مشكل. Bonjour, je vais vous s'il te plaît, nous donner plus de détails ce qui se passe en Ukraine. Et on dit en Ukraine, c'est un jeu international de Chofou. On écoute comment on a dit. Chofou, la Russie a dit, je me donne un mois, 600 milliards de dollars. Agda. Qui je me donne quand le pétrole est de 60 dollars. Ou le gaz est grippe, mais il se wesh. Donc, le gaz, l'Europe, l'Europe, c'est 1 milliard de dollars par jour. Mais le pétrole, il y a 11 millions de barils par jour, fois 100, 1 milliard 100 millions. Yani, mais le pétrole ou le gaz qui arrive à l'Europe, plus le gaz qui arrive à la Chine, la Russie, tous les jours, il y a 4 à 5 milliards. C'est-à-dire que le nickel, ou... toutes les matières premières ont flambé dans le monde. C'est ça. Mais c'est l'intège, mais ça flambe. L'ingénieur qui a dit, je ne sais pas, 100 000 roubles, il a dit le pétrole, mais il a dit 100 000 roubles. C'est le pétrole qui a dit 30, 40, 50 dollars, ou il a dit 100. حسبوها مليح يا جماعة، حسبوها مليح، حسبوها مليح. ما تنساوش تاني بلي نوع من الحروب هذه يدعم بوتين سياسيا مع لا بوبولاسيون تاعو. مي تعلمنا حوايج بزاف من الحرب هذه، تعلمنا حوايج بزاف. ما كانش حقوق الانسان والله، كاين حقوق الانسان الابيض كيحبوا يضربوا الدولة يقول لها انت ما تحترميش حقوق الانسان، يحقروها بصح هما ما يحترموا والو، ما يضربوا بالطيارات بالبومبات وما يصلحوا عندهم غير اللي سيفوا لي البلديهم بلعوا 4 ملايين اوكرانيا ما قالوش اح 20 عراقي سوري في حدود بولونيا حنا بنيو عليهم صور خلاهم يموتوا. كيف تتعاملون مع هذا الواقع الجزائري ان كنت تريد الترشح؟ يجب ان يكون لك دعم في الجيش يا خويا. انا نترشح زكاره، انا نترشح زكاره هكذا باش نمركيها في حياتي. واحد النهار اترشحت برك، ما عندي لا دعم في الجيش لا في العرش برك، انا مترشح. حبي يدعمني رب العالمين اللهم بارك، باسكو اللي يمد الملك واحد ما يمدو ما دعمنيش اللهم بارك، انا اكون شاركت في الانتخابات خلاص بحزب معارض للسيستم هذا كامل، بحزب تقدمي تطوري تكنوقراطي الروح نتاعو ماسينيسيه والاصل نتاعو امازيغي.